وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون في شراكة أقول قديمة مع البنود، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أول مشروع كان انطلق في بين 2003 إلى 2007، وفي تلك المرحلة كذلك كانت هناك وين كان قطاع العدالة، كان هناك برنامج لإصلاح قطاع العدالة سواء ما تعلق بشقه القضائي أو خاصة قطاع السجون. وفي هذه المرحلة كانت قطاع السجون بحاجة إلى تطلع على الخبرات الأجنبية، ومن خلال المشروع الأول تم الاستعانة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير هذا البرنامج، وأن هناك الكفاءات الجزائرية تطلع على الخبرات الأجنبية، وكذلك من في مجال التكوين من أجل اكتساب المهارات والكفاءات. وجاءت مرحلة تطوير السجون في الجزائر بغلق المؤسسات القديمة التي كانت في العهد الاستعماري والتي لا تلبي احتياجات سياسة إعادة الإدماج، وبالتالي بنيت مؤسسات جديدة بمعايير دولية تراعى فيها حقوق الإنسان وتطبيق سياسة إعادة الإدماج. هذا من جهة الهياكل، وكان لابد أننا من جهة الموارد البشرية يكون هناك تطوير للكفاءات واكتساب المهارات واكتساب تقنيات التسيير في مجال السجون، وهو اللي وصلنا له في المرحلة الأولى. جاءت كذلك الآن مرحلة جديدة، وهي الآن من سنة 23 إن شاء الله حتى 27، والبرنامج هذا سيسعى أولا بكذلك ندخل في برنامج في إعادة الإدماج، ولكن برنامج متخصص ما يكونش سطحي في البداية، ولكن ندخل إلى بعض الفئات الخاصة من المحبوسين كالنساء ومن الأحداث حتى المحبوسين الخطيرين أقول المتطرفين. وفي هذه الحالة الجزائر عملت برامج في هذا المجال مع شركائها من مختلف الوزارات خاصة وزارة الشؤون الدينية، وين هذا البرنامج يسعى إلى تغيير نمط الفكر التطرفي إلى الفكر المعتدل، وهذا اللي نجحنا فيه إلى حد الآن من خلال برامج إعادة الإدماج، من خلال التحسيس. وهذا اللي ربما تستطيع الدولة الجزائرية أننا المشروع هذا نساعد فيه بعض الدول الصديقة أو تجربتنا تسوق إلى الخارج، إضافة كذلك إلى إنشاء مصالح خارجية لإعادة الإدماج ومصالح التقييم والتوجيه، لأنه مهم جدا أنه أثناء فترة تطبيق العقوبة يكون هناك تسطير للعقوبة من تاريخ الحكم إلى تاريخ الإفراج، وهنا تطبق سياسة إعادة الإدماج مع الشركاء وتدخل البنود في هذا المجال من أجل الكفاءات الجزائرية أنها تنبغي إلى أنها تكون بحالة إلى دائما إلى تحيين المعلومات وبرامج علاجية كثيرة ومتعددة، وهذا سيساعدنا كثيرا في تطوير المهارات، والذي يرجع بتكفل جيد وأمثل بسياسة إعادة الإدماج بالمحبوسين طبعا، واللي الهدف الأسمى هو الدفاع الاجتماعي. هذا الدفاع الاجتماعي أننا نحارب العود، أننا بمعنى أنه إذا نجحنا في سياسة إعادة الإدماج حتعود بالأثر الإيجابي على العود إلى السجن أو العود إلى الجريمة. وكما تعلموا كذلك أنه هذه المهمة تطلع بها الدولة، ليس فقط المديرية العامة لإدارة السجون ممثلة لوزارة العدل، وإنما جميع القطاعات الجزائرية، الحكومة الجزائرية. الآن هناك اللجنة الوزارية المشتركة لبرامج إعادة الإدماج اللي فيها 22 قطاع وزاري وأكثر من 274 جمعية مدنية ومحلية، وهذه الجمعيات تم كذلك تطويرها بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللي خدمنا كثير مع المصالح الخارجية يعني مع المجتمع المدني من أجل إنشاء جمعيات تنشط في مجال إعادة الإدماج مع المحبوسين، وهو صراحة وصلنا ليه وراه تقييم جيد. وبالتالي الآن نمشي إلى مرحلة أخرى وهو التعريف بالتجربة الجزائرية إلى دول أخرى.